لما تيجي وتقف قصاد عصر النهضة العربية اللي بدأ مع ظهور الإسلام ثم نما وتطور، مش عسكريا ولا سياسيا ولكن علميا. انت بتتكلم على ترجمة اعمال فلاسفة اليونان والصين والمصريين القدماء وبلاد فارس، انت بتتكلم عن ظهور علماء في كل انواع المعرفة، طب، فلك، هندسة، صيدلة، موسيقى، صناعة. انت بتتكلم عن الخوارزمي من سنة 780 لسنة 850 ميلادية في عهد المأمون ابن هارون الرشيد، عالم الرياضيات اللي أسس للجبر والهندسة واستخدم الجبر في حل مشكلات الميراث وطرق تقسيمه وفقا للشريعة الإسلامية. الخوارزمي اللي عمل خريطة العالم وشارك في مشروع لتحديد محيط الأرض. انت بتتكلم عن ابن سينا من سنة 980 لسنة 1037 ميلادية، الفيلسوف والطبيب اللي ألف أكتر من 450 كتاب، أهم كتاب فيهم كان القانون في الطب اللي حدد فيه أمراض السكر والسل ووصف كمان الأمراض النفسية. انت بتتكلم عن ابن الهيثم من 965 إلى 1041 ميلادية، عالم الفيزياء ووضع أساس اختراعات الضوء والكاميرا والربط ما بين العلوم والهندسة. انت بتتكلم عن الإدريسي من 1100 ل 1166 ميلادية، عالم النبات والحيوان وعلوم الجغرافيا. أبو بكر الرازي من 864 ل 923 ميلادية، عالم الطب والكيمياء والفلسفة وغيرهم كتير بالمناسبة، ومعظمهم ما كانوش عرب، وفي منهم ما كانوش مسلمين ولا مسيحيين وأحيانا يهود. أنتم متخيلين؟ لكن ده يقول لك حال الفكر العربي وإزاي احتوى كل إنسان سواء كان مسلم أو من عقيدة تانية، زي العالم موسى ابن ميمون من 1135 ل 1204 ميلادية، وكان طبيب وعالم فقه يهودي وفيلسوف ومجدد في الفكر الديني اليهودي ومن أشهر أطباء قصر السلطان صلاح الدين الأيوبي. أنت بتتكلم عن عباس ابن فرناس من 810 ل 887 ميلادية، اللي قعد 20 سنة يدرس ازاي يطير، وطار في قرطبة بالأندلس لمدة 5 دقايق بس، وقع بعدها لأنه ما درسش ازاي بتنزل الطيور، ازاي تهبط الطائرة، وقعد 7 سنين مكسح مش بيتحرك بآلام رهيبة لحد ما مات، لكنه حط أسس علم الطيران. وللأسف معظمهم تم اتهامه بالكفر في زمنه، والنهاردة أول ناس بيتباهوا بيهم هو إحنا المسلمين وعلى رأسنا المشايخ نفسهم. ممكن البعض يقول إيه علاقة العلوم والفلسفة بتجديد الخطاب الديني؟ أقول لحضرتك البيئة والمناخ اللي بيخلقوا حرية الفكر وسعته هي اللي بتمتد وتتكامل في كل مجالات والمجالات المعرفة والتنوير، لأن الناس دي كانت عايشة في ظل حضارة الفكر الإسلامي اللي رفعت آيات وشعار دولة العلم من أول لحظة. ورغم كده إحنا مش بنطبق أوامر الله، وعلشان كده ده حالنا. أيوة طيبين، أول سورة كانت نزلت في القرآن هي سورة العلق، أول كلمة اقرأ ويكررها ربي مرتين في السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تخيلوا إحنا نقول إن أوامر ربنا لازم نطاعها، ما بتطعوش أوامر ربنا في القراية والفهم والتعلم والعلم ليه؟ السورة دي كانت إيذان بدولة العلم والفهم والإدراك، ولولا فهم الناس دي لروح هذا الدين العظيم ما كانوش سابوا تراث يؤخذ منه ويرد عليه. مش هما لوحدهم، لكن حتى في فهم الدين نفسه اللي اجتهد ناسه لفهمه بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي أو وجود ما يمكن الاعتماد عليه من كتب السابقين عليهم. علشان كده قصة إن من يجدد لازم يكون أزهري، أقول أنا آسف. لازم يكون عالم درس على إيد عائم، برضو أنا آسفة. لازم يكون ممتلك لقواعد البحث العلمي بغض النظر عن انتمائه التعليمي سواء للأزهر أو غيره. وإلا كانت الناس تعمل إيه لو إن الأزهر ما تبناش على إيد الفاطميين، أو كان فضل شيعي، أو إنه فضل مقفول وممنوع الصلاة فيه لأكثر من 100 سنة بفتوى صدرت في عهد صلاح الدين الأيوبي. مش بس كده، لكن تعال بص على الأئمة الأربعة، الإمام أولهم الإمام
أبو حنيفة النعمان من سنة 80 هجرية لسنة 150 هجرية، واللي أسس مذهبه في العراق. ثم الإمام مالك ابن أنس من 93 هجرية ل 179 هجرية اللي أسس مذهبه في المدينة. ثم الإمام محمد ابن إدريس الشافعي من 150 هجرية ل 204 هجرية وأسس مذهبه في العراق ثم أكمله في مصر. ثم الإمام أحمد ابن حنبل من 164 ل 241 هجرية وأسس مذهبه في بغداد. بص على التواريخ دي فتدرك أن الأئمة الأربعة اتركزوا في الفترة من 80 ل 241 هجرية، ورغم كده اجتهدوا بالعقل واتناقشوا وكتبوا وسعوا للفهم من غير ما حد فيهم يقول وإيه لازمة اللي بعمله، ما في ناس تانية اجتهدت وخلصت الواجب في وضع التفسير. ده مش بس اجتهدوا لكن اختلفوا كمان فيما بينهم، وكل واحد يجي يقول على اللي قبله أستاذ ومعلم لكن بختلف معاه في كذا وكذا باحترام وتقدير. كان الشافعي يقول عن الإمام مالك: مالك ابن أنس معلمي وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. ورغم مرورهم بمحن وأزمات إلا أن ثباتهم كان قائم على الإخلاص للي استقر عليه ضميرهم من غير هوى نفس. يعني الإمام مالك قال: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي كان يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وغيري تنطبق على أي حد ما كانش الشرط فيها يكون من جهة معينة أو يحمل لقب حتى مفكر أو عالم، ممكن يكون تلميذ أو لسه بيتعلم ولكن يعني يلهم بفكر. مش بس كده، الحقيقة الاختلاف بين سيادة العقل وسيادة النقل قديمة مش بدعة، بمعنى ناخد النص زي ما هو ولا نفسر النص وفقا لمقتضيات العقل فيه والظروف اللي حوالينا. يعني أزمة القرآن وهل هو كلام ربنا ولا خلق ربنا اللي اتحاكم وتعذب فيها الإمام ابن حنبل، واختلافه مع رأي المعتزلة اللي قالوا إن القرآن مخلوق من الله بينما قال ابن حنبل إنه كلام الله، دي أزمة رؤية وتفسير واختلاف رأي اعتمد كل طرف فيها على دلائل من القرآن والسنة في نفس التوقيت. ولما تقرأ لكل طرف تلاقي أنه معاه بعض الحجة اللي قد تختلف معاها أو تؤيدها حسب وجهة نظرك وحسب فهمك. الأزمة بتحصل لما بنتخلى عن العقل ونفكر بغوغائية العواطف، وده حصل مع الإمام الشافعي هنا في مصر بالمناسبة، اللي تربص بيه أنصار الإمام مالك، اللي وصلت درجة تقديسهم للإمام مالك إنهم يقدموه في الرأي على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكتب الشافعي كتاب يحط فيه كل آراءه اللي مختلف فيها مع الإمام مالك، والنتيجة علقة سخنة من أنصار الإمام مالك مات فيها الشافعي هنا في مصر ودفناه وحبناه بعد موته وأصبح أحد الأئمة. يا طيبين، القصة مش معركة ولا مين يقدر يحمي الدين، لأن إحنا في حمى الله وفي حمى دينه. التفكير مش جريمة، التفكير فريضة زي ما قال العقاد وطه حسين والمزني ومحمد حسين هيكل. بس التفكير لازم يكون على أسس، لازم كمان يبقى قابل الآخر اللي أنا مختلف معاه، أسمع منه وأخد الصح وأرفض الخطأ وأتناقش معاه وأقدم الحجة. لأن لا يمكن أبدا إن إحنا ننتج فكر من بني آدم خايف، من 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 حد ناقص علم أو معرفة أو ناقص أخلاق. ممكن ننتج حاجة تانية بس ما ينتجش علم، لو قعدنا نشتم بعض أو نقلل من بعض أو نسخر من بعض أو نتهم ناس بالجهل وناس بعدم التخصص. بالمناسبة الطرفين واقفين في نفس الحتة، أنت مش فاهم، أنت جاهل، أنت مش متخصص. حقيقة تحياتي لحضراتكم، ونكمل بعد الفاصل، ربما نصل إلى نقطة يعني ونكمل من بعدها. تحياتي.